انا عندي لك سؤال خطير. تفضل. اكثر جوار بعته السعر. فاجئتك ما حكيناش فيهم. هو برشا اكثر جوار اغلى سوم بعت به جوار من الجوارات. ابو بكر سانوغو اللي مشى ما لعبش في الترجي الرياضي التونسي، لعب في الاتحاد المنستيري وتنقل نادي العين في الامارات، وهذيك اكبر صفقه. اكبر صفقه واقل صفقه. هو ثم ملاعبيه اللي ظهروا يتعداو بظروف صعبه بتاتر في الكارير نتاعهم، هذوكم وقت اللي شفت الظروف هذوما تمنيت لهم يعملوا حاجه الاولياء نتاعهم اكثر من اللي باش يعطيوني كوميسيون لي انا، وعندي الاسامي ونجم يقولوا لك الكلام هذايا. وبرشا جوارات اللي فريمون دو تري تري او نيفو كيما اسامه سلامي نحييه، لان اخلاقيا والتواضع نتاعو عند العقد نتاعو مع النادي الافريقي خلات اللي ملاعبيه هذوما ريست اليوم ان اكزامبل للكورجيه الموجودين الكل. والحمد لله الملاعبيه اللي تليت بهم كل ظروفهم الماديه اليوم الحمد لله ولا باس، لان انا ننصحهم بلوس كاخو، وما عنديش انا الانتيري الاولاني نتاعي هي الجمعيات، ومن بعد الانتيري نتاع الملاعب، ومن بعد انت اون ديرني ليو. انا الحمد لله ربي اللي نعرف روحي شنو هو، ونعرف وين كنت وين وليت. تلقى روحك خويا عبد الرزاق مزهار في الحياه كملاعبي، لان الزهر ولازم مش الكفاءات ما تكفيش، سورتو التكوين باهي مع سي معز بوش مع سي معناها يوريك اللي الكوره اليوم تخليك اللي اليوم ما تنساش اصلك، وتحاول تفيد الملاعبيه الكل بالكلام الباهي وبال تنصحوا برشا برشا، لان الملاعب راهو بعد ساعات كي يبدا يلعب في فريق كبير ولا يوصل ينسى اصله. وانا نقول تو سامبلومون قول لي ولي مغرور غرور مغرور برشا، لان الانتوراج نتاع المحيطين بالملاعبيه هي المشكله الكبيره. حتى برؤساء بعض رؤساء الجمعيه انا نلقى روحي ما نكذبش عليك في 8 اشهر قبل نخدم في فندق في قمرت، نلقى روحي في تربص في باريس سان جيرمان، وبعد نلقى روحي في سويسرا بعد من با 4 اشهر نلقى روحي في ليكيب ناسيونال. بلا حظ الحمد لله يا ربي رضيت الوالدين، ومن تو راهو العمل اللي خدمته وانا صغير مع سي الباجي بوعشيره الله يرحمه وينعمه تكوين على قاعده.